خبرون انه جبنا المتهم بجريمة القتل. افتح. بابا بابا نحن ناطرين هون عند الباب. ايه يا جماعة الانتظار ممنوع هون، اذا بتريدوا تفضلوا لبرا. نحن لازم نوكلها محامي. محامي؟ وليش المحامي؟ ما رح تستفيدوا شي من كتر المصاري يعني؟ الدولة بتعين له محامي اذا بدكم. ايه يسلم. العفو. انا محامي لصالح جليك، يا ترى هو هلا بالتحقيق؟ ايه هلا دخل، تفضل اخذك. شكرا. عفوا لو سمحت، انا بنته لصالح جليك وحضرتك. انا بكون محامي الانسة توليب سيباي، هي طلبت مني اني اجي لهون. بعد ما انتهي من الاجراءات جوا رح اطلع ونحكي بكل التفاصيل. شكرا. تفضل. يكتر خير الخانم. ما قصرت، هالمرة عن جد اخت رجال، مين بيعمل هيك بهالزمان؟ اصلا هذا واجبها، يعني ابي موظف عندها بالقصر كل هالسنين، شي طبيعي انها تبعت له محامي. شو حكينا؟ الو انتو بالمخفر؟ ما فيني احكي هلا عمر، الكل موجودين. فهمت حبيبتي، ليك اسمعيني، انا بعتت محامي بيوصل لعندك بعد شوي. لا ما عاد في لزوم، توليب خانم بعتت محامي الخاص. انا فيني اتصل فيك بعدين؟ يلا يلا امشي. بتعرفي مسعودة؟ حياتنا صارت بتاخد العقل. لا أجوري تعال يا نال، أبي أخدوه تعال يا نال. يا عيني أنا ما عم لاقي وقت للشغل. لك يا نال بس اسكت، لا تقول شي فضحتنا. أختي مجد هون إجا ليكو. الله ينتقم منكم يا مجرمين، قتلت الرسالة. طولي بالك، بدي هيك وليه؟ ان شاء الله امي. خلي ناجية تعالي لهون لتتبعك، تعالي بالطريق. خلي ناجية يلا. لو سمحتي خلص خدونا نطلع من هون. خلص حش طريق. تاكسي تاكسي تعال هون. الله يخلصني منكم. شو هاد العمى؟ هي بقرة بهيئة مرة. اوه الله يلعنكم يا بنت البنت. طلعوا بابا. بابا 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 لوين اخدينه هلا؟ اخدينه عندي ورا بعده هيك تجمعوا هيك. يا نار خدهم من هون. امرك عمي. بابا 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 حبيبي نحن ما رح نتركك. حبيبي لا تخاف نحن جنبك. ليكو قائم بيك؟ رح يفرجوا عنه ما هيك؟ يعني في شهود انه ابي ما عمل شي بس دفشه وهو وقع على راسه. هذا يعتبر قتل غير مقصود. هن لو ما اشتكوا عليه كانوا افرجوا عنه بكفالة، بس مرته للمغدور اصرت تشتكي ولهيك اخدوه عن نيابة. اذا استجد اي شي بخبركم. يلا بالاذن. طيب شكرا. يا بنات سمعتوا شو قال عمي؟ يلا قدامي على البيت، يلا لشوف تحركوا. يلا اختي انا مالي رايحة بعدين بالحق. لا منروح مع بعض، ما فيني اتركك. مسعودة انا حاسة حالي رح اختنق. روحوا انا بعدين بلحقكم. تمام اختي. يلا يلا اختي اتركيها تصطفل وين ما بدها تروح، لا تضايقي حالك. يلا يلا فصلي بسيلين. يلا رح تجي على البيت فورا. عمر شوري حبيبتي انت منيحة؟ شو في جوري؟ انا رح طقت لانه حولوا بابا عن نيابة لحقه معه. انا جاي لعندك بس قولي لي وينك. ما معي وقت ولازم ارجع على البيت بسرعة، ما عم بفهم كيف وصلت الامور لهون.
حبيبتي جوري اسمعيني، انا هلا بالسياره رح اجي اخذك، بنحكي شوي وبعدين بوصلك على البيت ماشي؟ ماشي. عن جد رح يحبسوه يعني؟ يا الله يا رب. طيب يسلموا استاذ، شكرا. نحن من وين عم تجينا هالمصايب؟ هلا نسيتوا انه العمرجه صار تحت التراب كمان؟ الله يعين اهله على هالمصيبه. ولا تنسى انه ابونا رح ينسجن. يعني كان قاصد يقتل العمرجه؟ احكي بالعقل يا نال. ليكي يولا لا تواخذيني، بما انه كل المصايب عم تلف وتدور وتوقع فوق راسكم انتو، لازم تفكروا باسباب اللي عم بيصير معكم عدم المؤاخذه. يا نال لك انت شو عم تقول؟ ليش قاعد عم تحكي شروي غروي؟ انت مو شايف حالتنا شلون؟ ابي رح ينسجن، معقول ما في طريقه نطالعه؟ حتى تهمه القتل من غير قصد حكمه من سنتين لست سنين. شو بابا ما رح يتحمل؟ يمكن يموت من قهره جوا. يا بنات دقيقة، خلونا نهدى، حاجتنا بك، لازم نفكر شو بدنا نعمل. فكروا لكم بشي طريقة، شلون بدنا نطالعه؟ حبيبتي كيف صرتي؟ ليلي كيف أبوكي؟ مجد ما اشتكى علي، المحامي قال انه اللي اشتكت مرت ابوه رح يحبسوا لابي يا عمر. تمام اهدي شوي، لا تتوتري. جوري لو سمحتي قولي لي انا شو فيني اعمل هلا؟ ليكي اذا بتحبي بروح وبحكي مع ابوك حتى منتزوج اذا بدك كمان. ما بتعرفي يمكن يكون احسن لنا اذا تزوجنا. مجرد التلميح عن علاقتنا شوف شو سوا يا عمر. الوضع هلا صعب كتير، طول ما بابا محبوس بسببي انا كيف رح اقدر اتزوجك؟ فهمني جوري لو سمحتي لا تقولي هيك. شو ذنبك باللي صار؟ ما حدا له علاقة. جوري ما فيني شوفك عم تتعذبي وضل هيك عم بتفرج عليكي. لو سمحتي احكي، انا جاهز لحتى اعمل اي شيء كرمالك. انا ما بدي تساوي لي اي شيء، صدقني مالي بحاجه لاي شيء غير لوجودك. صالح افندي اخذ عني فكره مو مزبوطه. انت لازم تعرفي منيح انه طول ما العلاقه يلي بيني وبينك علاقه مو رسميه، فمستحيل نقدر نخلص من المشاكل. عمر ارتباطنا مستحيل وزواجنا مع كل هالمشاكل كتير صعب. طيب نحن شو راح نساوي؟ انت منعتيني كل هالوقت وما سمحتي لي ابدا احكي مع ابوكي. فهميني جوري انت شو بدك. خلاص خلينا نستنى. بدك نستنى؟ اسمعي جوري، انت ما تركتي لي خيارات بنوب، معناها على القليله لحتى أبوكي يطلع من السجن إن شاء الله، على الأقل اسمحي لي ساعدك. ساعدك كل شهر بمبلغ لإلك ولأخواتك جوري. أكيد لا، رح أعتبر إني ما سمعت اللي قلته. طيب ليش؟ أنت بالنهاية حبيبتي. لو سمحت هالموضوع بيضايقني وبيحسسني بالخجل. أهلا سيلين. تمام حبيبتي، شوي تانية بجي. أنا صار لازم أرجع على البيت، إخواتي كلهم ناطرين. استني لحاسب وبعدين نمشي. لا يسلموا خليك، الأحسن إني روح لحالي بلا ما يشوفونا أنا وياك. إيه هلأ كل العيون علينا. عمر أنا رأيي يعني خلينا فترة من دون ما نلتقي بيكون أحسن.